فقرتنا دلوقتي عن السيارة الكهربائية، ويمكن اتكلمنا من سنتين بس كانت يعني الأمور بتشد حيلها. النهاردة بنشوف سيارة كهربائية موجودة في شوارع مصر بشكل أكبر، وعشان نتكلم ونعرف أكتر عن لو حضرتك أو حضرتك عاوزين تقتنوا سيارة كهربائية خلي بالك من إيه واللي المفروض يحصل. معانا أشهر مصري في بيفهم في السيارة الكهربائية، أستاذ توني لطيف، عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية وصانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائية. أهلا بيك. أهلا بيك. منورنا. مبارك. أنت إيه؟ الحمد لله. طبعا انت الاشهر فينا في كل المصريين اللي بيفهم ويعرف انت مرجع بالنسبه لنا يعني. ربنا يخليك يا استاذ. عايز ابتدي معاك، لو انا عايز اقتني سياره كهربائيه النهارده يعني. تمام. اولا السوق المصري مستقبل العربيه الكهرباء ازاي؟ طيب احنا خلينا ناخد يعني الاول خطوه خطوه كده. كان في لقاء بيننا في 22. ايوه. كان يعني مستوى نمو السيارة الكهربائية أو مبيعات السيارة الكهربائية كانت ساعتها الفترة دي كانت سعر العربية الكهرباء أغلى من البنزين. النهاردة طبعا مع ارتفاع سعرات البنزين فالنهاردة أصبحت السيارة الكهربائية أرخص من العربية البنزين. غير كده أنت عندك بتوفر مصاريف تشغيل في العربية الكهرباء، بتوفر مصاريف صيانة يعني. ودي طبعا بقت حمل كبير جدا طبعاً. في الوقت اللي احنا فيه النهاردة بقى نسمع صيانات في العربيات البنزين بتوصل 5000 جنيه صيانه ال 10000 وال 20000 اللي هي السيارات القليله خالص كمان. في سيارات بقى 60000 و 70000 كيلو بتسمع فيها 60000 جنيه. غير البنزين كل شهر 2000 جنيه 3 كل واحد على حسب. فالناس بدات تتجه للعربيه الكهرباء ان هي بقت خلاص النهارده الانسان الطبيعي اخره يمشي في اليوم كام كيلو لو هو شغله داخل المدينه. 200 كيلو ده بكتير. فانت النهارده عربيه 500 كيلو بتلبي احتياجاتك كلها. ال 500 كيلو ما اسافر هسافر طبعا اروح اي حته دلوقتي. انا بسافر من مصر لدوله تانية بالعربيه الكهرباء دلوقتي، عملت كذا رحله دوليه. فالنهارده بتسافر الاردن كتير، بروح الاردن بيها ومسافر يوم 17 تقريبا. فالنهارده بقينا نشوف محطات الشحن في الشارع وانتشار. طبعا الدوله مركزه وسياده الرئيس مركز على موضوع الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده جدا. فالنهارده انت بقيت تشوف عربيه كهرباء في الشارع، بقيت تشوف حد من اصحابك مع عربيه، صح، بقيت تشوف حد من جيرانك مع عربيه كهرباء، بقيت تشوفها في العربيات الكهرباء منتشره. وفي انواع معينه احنا عارفينها بالنظر كده منتشره جدا ما احنا ماشيين عارفينها بالظبط. ولو جيت قارنتها بالمثيل ليها بنزين هتلاقي العربيه الكهرباء النهارده هي ارخص من اللي زيها بنزين. صحيح، رغم ان هي مؤفره. بالظبط. خامات احسن، تقفيل احسن، عربيه اكبر، عربيه هتوفر عليك مصاريف صيانه وتشغيل وحاجات كتير جدا. السيارة الكهربائية كانت اخر احصائيه كانت معموله في 2022 23 كانت بتوفر بس لو انت بتمشي كل يوم 300 كيلو فانت في السنه تقريبا هتوفر من 77000 جنيه ل 92000 جنيه. رقم كبير مصاريف صيانه وتشغيل. وده رقم حلو جدا. هتيجي تتكلم معايا في نقطه البطاريه هتبوظ بعد كام سنه؟ لا، اقول لك البطاريه بتعيش من 10 ل 13 سنه وبعد كده بتقل الكفاءه بتاعتها من 10 ل 15%. مش بتبوظ لكن بتقل. بتقل. فانت ممكن تغير السيل بتاع الخلايا بتاعه البطاريه اللي بايظه تحط سيل جديده. النهارده سعر الكيلو واط بيكلف 90 دولار. احنا بنتكلم ان احنا خلال ال 10 سنين اللي جايين متوقع يبقى في ثوره في البطاريه. النهارده في عندنا يمكن بعد يمكن خلال ال 10 سنين تبقى البطاريه دي بكلام فاضي. في بطاريات النهارده شركه عاملاها عامله بطاريات بليد بيتري، بطاريه اخف وزن، بطاريه كلها جيل من جوه. ايوه. اخف وزن، بتستحمل درجه الحراره، التصادم اعلى، وعمر افتراضي بيعيش معاك لغايه 15 سنه. طب احنا قعدنا سنين بقى، انا عايز احكي معاك بقى، احنا قعدنا سنين في الحلم بتاع تسلا ده. تمام. ان هي افضل عربيه في العالم ويمكن لازالت يعني، لكن من في الخمس ست سنين اللي فاتوا لقينا الغول الصيني داخل علينا، ومش السياره المعتاده بتاعت الصين اللي هي عارفانا اللي هي تيجي تتكسر على طول، لا يعني بيضاهي تسلا. النهارده تسلا بتاخد اصلا التكنولوجي بتاعت البطاريات بتاعتها بدون ذكر اسماء من شركه شهيره جدا. النهارده مرسيدس عملت تعاون مع الشركه دي، مع بي واي دي. عملت انتاج كله 24 كله من بي واي دي. النهارده رقم واحد في العالم الصين، لان هي اصلا مسيطرة على مناجم الليثيوم اللي في العالم كلها. هم الصين اذكياء. هو لقى الليثيوم في مثلا في مصر عندنا فيقول لك انا هاجي استثمر عندك بس منجم الليثيوم ده بتاعي. فهو النهارده المتحكم في الليثيوم بتاع العالم كله الصين. وتكنولوجي طبعا انا سافرت الصين قعدت شهر هناك بقيت ماشي. لا
بشوف حاجات عربيات عمري ما شفتها. انا مصور تاكسي هناك كذا تاكسي 980 الف كيلو تاكسي كهرباء عربيه كهرباء بيمشي 980 الف كيلو البطاريه العداد بتاع الكيلومتر 980 الف كيلو ده داخل على المليون في عربيه مصوره مليون و40 كيلو مليون و40 الف ده عربيه كهرباء 2021 و2019 عربيه كهرباء فكفاءه البطاريه طب حصل لها ايه قعدت اتكلم مع الراجل قال لي بقت كانت بتمشي 500 بقت تمشي 300 طب مين هيقعد مع عربيه مليون كيلو وبعد ما العربيه تقعد معاك مليون كيلو هتمشي بعد 10 سنين سعر البطاريه هيبقى بكام هو زي الموبايل لما اخترعوه زمان ايوه طبعا الموبايل كان غالي زمان لكن النهارده ممكن تشتري موبايل ب 100 جنيه ب 500 جنيه فهي نفس فكره البطاريه كل تكنولوجي كانت في الاول تبقى غاليه بعد ما تنتشر بتبقى ارخص صحيح ودي فكره العربيه الكهرباء في كده فاحنا الحبكه كلها في البطاريه بالظبط طب لو بعد كده لو بعد 5-6 سنين ولا خلال 10 سنين اللي جايين هل ممكن يتم تغيير البطاريه والعربيه تكمل معايا صدقني النهارده البعض بيتكلم يقول لك ايه ان احنا بعد ما البطاريه تبوظ هنرمي العربيه لا النهارده عندنا في مصر في كذا مركز صيانه بنفك يعني اسهل حاجه في العربيه الكهرباء وفك البطاريه بتاعتها هم كلهم حبه مسامير حوالين الشاسيه من تحت العربيه بتنزل البطاريه بتفك المسامير بتغير السل بتكشف عليه بالافوميتر والاجهزه طبعا بتعرف السل اللي بايظ فين او الضعيف فين وبتفكه بتغيره عمليه لا تتعدى مثلا الساعه انت لو هتعمل عمر الموتور عربيه بنزين بتقعد باليومين والثلاث ايام تقعد تلين وكس لكن النهارده البطاريه بتفكه وتركب موتور العربيه بتنزله الكهرباء زي موتور الغساله بتنزله وتركب واحد جديد ولو في عطل انا مصور كذا حاجه في الاردن بطاريات ومواتير مفكوكه وعربيات متفككه كلها بس طبعا الحاجات دي كانت تكنولوجي قديمه ما قبل 2020 يعني النهارده انا في عربيات اصلا ماشيه عندنا في مصر انا كان معايا عربيه كنت جايبها البيت عندي كانت موديل 2016 لحد النهارده انا بعتها من حوالي 3 4 شهور لحد النهارده كفاءه البطاريه 91% ايوه من 2016 وكانت تكنولوجي لسه قديمه ما حدش لسه يعني كان بيعتمد على ايه بقى على ان انا احافظ عليها ازاي يعني البطاريه ان احافظ عليها ازاي هو بص هو الشركات المصنعه بتقول لك انت ليك كذا سايكل في الشحن يعني انت ليك عمليه شحن مثلا ليك 1000 دوره شحن 2000 دوره شحن فبتضرب ال 2000 دوره شحن الكامله في الرينج اللي بتمشيه في العربيه يعني مثلا عربيتي اللي معايا دلوقتي مثلا 3000 دوره شحن وبعد كده بتبتدي تقل كفاءه البطاريه فانت ال 3000 دوره شحن في 500 كيلو بمليون ونص يعني ما ينفعش يبقى انا مثلا هي بتمشي 500 فانا مشيت 200 اقعد اشحن بقى كل يوم لا هي اصلا عشان تحافظ على بطاريه السياره الكهربائيه فانت لازم ما تقلش كفاءه البطاريه او ما يقلش الشحن بتاع العربيه الكهرباء البطاريه بتاعتها لحد 30% عكس الموبايلات الموبايلات واللابتوب يقول لك فضي البطاريه ويرجع اشحنها تاني ايوه صح لا انت كل ما تشحن البطاريه فوق ال 40% لحد 100% فده اصلا بتحافظ على البطاريه وبتنشط الخلايا الليثيوم اللي جواها يعني ما سيبهاش لا خالص طب هو ممكن اشحنها في البيت دي حاجه بقى جميله انا مثلا معظم او مثلا مش هقول لك معظم 80% او 90% من ملاك السيارات الكهربائيه اعتمادهم على الشحن المنزلي ان هو انا بروح دلوقتي معايا عربيه تمشي 500 كيلو بروح شغلي بلف مشواري طول اليوم بعمل لي 200 300 كيلو اي انسان طبيعي بيروح البيت ينام 8 ساعات اي فانت بتحطها في الفيشه في البيت 8 ساعات تصحى الصبح تلاقي العربيه مقفوله 500 ده كلام جد يعني صدقني ده اللي بيحصل والنهارده بقت المحطات كلها منتشره عندنا في طرق السفر والطرق جوه المدينه يعني انت ده طريقه الشحن اللي هي البطيئه اللي هي 8 ساعات بالليل وانت نايم اما في نقطه في عمليه شحن ثانيه بتعملها اللي هي الدي سي اللي هي الشحن السريع دي لو انت مسافر بقى بتحط العربيه على الشحن لمده 30 دقيقه بتفولها معاك 70% 60% حسب ما انت لا معلش دي منين دي اللي هي الشحن السريع دي منين دي محطات بتبقى موجوده في البنزينات دلوقتي عندنا منتشره في بنزينات عندنا يعرفها زي في ابلكيشن طيب لو انا طبعاً. مسافر لو انا مسافر النهارده مثلا رايح الغردقه ممتاز هسافر هاخد 5 6 ساعات الغردقه لحد من اول القاهره لحد الغردقه 8 محطات شحن واقدر اعرفهم من خلال انت كان اخر لقاء بينا كان في شركتين في مصر النهارده عندنا 5 شركات حلو قوي وكل شركه بتنافس الثانيه فانت 5 شركات النهارده من سنتين كانت عندنا تقريبا حوالي 230 نقطه شحن كنت طالع معاك في اللقاء النهارده داخلين على 700 نقطه شحن وده رقم كبير جدا 700 نقطه طب وهو بيديني في العربيه الفيشه بتاعه الشحن كل عربيه بيبقى معاها كيبل بيشحن في المحطات ومعاك الشحن المنزلي بتاع البيت عندك
وده اللي بيبقى معاك في عربيتك على طول، ما بتشالش من العربيه. ما بتشالش يعني ممكن، معلش انا خدني على قد عقلي، ممكن وانا ماشي في الشارع اوبا ده انا نسيت اشحن البطاريه او النور كان قاطع عندنا. تمام. تمام. فوانا ماشي في الشارع استأذنت من الراجل بتاع القهوه وقلت له معلش اخلي العربيه عندك نص ساعه كده اشحن شويه، كاني بحطها. هو عندنا في طريق الشحن المنزليه العربيه بتاخد اقصى فيها عربيه بتاخد 32 امبير 7 كيلو وات في الساعه. 7 كيلو وات في الساعه. ف 32 امبير ده ممكن يعني ليها بتبقى ليها تجهيزات معينه كده، سلك 6 مللي ومفتاح قطع 32 وارث وارض والكهرباء والحاجات دي كلها. بس في الحاله بتاعت الطوارئ دي انا عملتها مره شحنت من جنريتور. بتعمل وصل الطوارئ سلك كده زي اللي هو السلك المشترك وفيشه في الاخر. فيشه في اخره والسوكت بتاع الشحن بتاع العربيه. بس في الحاله دي انت بتشحن على امبير قليل لان انت مش ضامن السلك اللي في الحته كام ملي. صحيح. علشان يستحمل معاك الكيلو وات اللي داخل والامبير اللي عليك. لو انا هشحن في البيت. حلو. تمام. يعني في البيت في مش عارف جراج، في محل كده تبعنا، في مدخل العماره انا استاذنت وعملت وصله كده لوحدي، يتكلف قد ايه؟ كهرباء. انت مثلا بنحسب الكيلو وات في البطاريه، مثلا عربيتي انا مثلا بطاريتها 84 كيلو وات. فاحنا لو حسبنا ال 84 كيلو وات لو البطاريه فاضيه خالص على اعلى شريحه النهارده جنيه وربع، فانت العربيه مثلا هتشحنها 130 جنيه تقريبا. أيوة. لو ضربناهم 130 تمشيك 500 كيلو. 130 تمشيني 500 كيلو. فكل بقى بتحسب الكيلو وات كل بطاريه كل عربيه اللي هي في البنزين مثلا 400 جنيه 450 النهارده 500 جنيه 500 جنيه كمان يمشيك 500 كيلو. حلو قوي. انت بتدفع هنا موفر يعتبر اكتر من التلتين يعني. في المحطات بنتحاسب بشريحه اعلى شويه. الكيلو وات الواحد بحوالي جنيه 89 قرش للشحن البطيء و3 جنيه 75 قرش للشحن السريع. حلو. فانت لو مسافر وفولت عربيتك كلها من الصفر ل 100% على الشحن السريع فانت هتبقى مقارب جدا لعمليه البنزين. تمام. في العربيات الصغيره خالص اللي هي زي الهاتشباك الصغيره اللي اللي في كالعربيات البنزين معظم البنات بيحبوها، هل في منها كهرباء؟ في منها كهرباء بس في نقطه عندنا في الدوله او القانون بتاع العربيات الكهرباء ان احنا عندنا قانون الترخيص لازم يكون قوه موتور السياره الكهربائيه ما يقلش عن 50 كيلو وات. 50 كيلو وات نقدر نقول مثلا اللي هي 1000 سي سي في البنزين. ايوه. في عربيات طبعا عشان تجيب عربيه كهرباء موتورها 50 كيلو وات فانت بتتكلم في رينج اسعار هتبقى مش في متناول الجميع. عكس كده ان في عربيات الموتور بتاعها بيبقى 30 كيلو وات و35 كيلو وات، مصور عربيات في الصين مثلا بتبدا من 3000 دولار وبتمشي 300 كيلو. حلو قوي. يعني يا ريت الدوله تلتمس الموضوع ده، تبص للقانون ده تعدله. ده كده حضرتك لازم تقول لنا عشان احنا ممكن يكون حد هيستورد تبع المبادره، وبالمناسبه المبادره مبادره المصريين فيها قول لنا نستفيد منها ازاي. طيب بخصوص السيارات الكهربائيه المبادره هي فكرتها بسيطه، هي مصلحه اللي هيستورد عربيه كهرباء في المبادره اكتر من البنزين. ليه؟ المبادره انت العربيه الكهرباء معفيه اصلا كده كده من الجمارك. تمام. العربية البنزين انت لما تيجي تستوردها بتدفع لها جمارك وضريبة. لكن في العربية الكهرباء انت ما بتدفعش جمارك وبتدفع بس ضريبة القيمة المضافة 14%. فانت كده كده في المبادرة بره المبادرة انت بتدفع 14% ضريبة القيمة المضافة ورايحين عليك. مش راجعين لك تاني. أي. لكن في المبادرة الدولة بتقول لك الفلوس اللي انت هتروح عليك ادفعها وهرجع لك بعد 5 سنين. صح. فعكس كده ان العربية البنزين بتدفع جمارك. تمام. فانت العربيه الكهرباء ما فيهاش جمارك. النقطه الثانيه ان انت في المبادره ان انت ممكن قانون الاستيراد عندنا في العربيات الكهرباء النهارده لازم تستورد السياره الكهربائيه تكون زيرو موديل للسنه. ودي هتبقى مش قيمه مقابل سعر بالنسبه للناس عايزه تركب عربيه كهرباء، لازم اجيبها زيرو وهتبقى شغلانه زيرو موديل للسنه وتكون زيرو فتكون سعرها غالي. فانت المبادره بتقول لك لا هاتها بحد اقصى 3 سنين وتكون مستعمله ومش مالك اول. يعني ممكن اجيبها موديل 21 مثلا. ممكن النهارده في 24 تجيب 21. واهم حاجه الناس بتستورد برقم الشاسيه. يعني مثلا سي مثلا شاسيه 22 كان حرف ان. فانت الناس بتستورد عندنا في عربيات الكهرباء عكس البنزين. البنزين بيبقى تصنيع مثلا سي 19 او شهر 12 19 يرخص 20. لكن في الكهرباء لا، في الكهرباء لازم برقم الشاسيه. 22 مثلا شاسيه ان حرف ان، 23 شاسيه بي، 24 شاسيه ار.
أيوة. فلازم اللي يركز يستورد الثلاث سنين يسأل وهو بيستورد على رقم الشاسيه بتاع العربية. إيه البلاد اللي ممكن أستورد منها؟ دي ميزة تانية الدولة برضو مدعمة العربية الكهرباء فيها. يعني أنت ما تيجي تستورد عربية بنزين يقول لك لا أنا عايز شوية يور 1 من أوروبا علشان أعفيك من الجمارك. في معظم المصانع ما بتطلعش يور 1 النهاردة. العربية الكهرباء أنت تستوردها من أي دولة في العالم معفية برضو من الجمارك. الدولة دي حاجة حلوة خالص. ولما تيجي تستوردها أنت في المرور عندنا لما تيجي نرخص العربية بالكهرباء بتاعتنا أنت في البنزين بتدفع 1.25% من ثمن العربية في المرور. فأنت بتيجي ترخص أول ترخيص لنفسك دفعت 30,000 جنيه. أيوة. العربية الكهرباء الدولة بتقول لك لا أنا مدعمك الموضوع، رسوم تنمية موارد الدولة زيرو. أنا برخص العربية ثلاث سنين. لو أنت فاكر اللقاء اللي كان بيننا من سنتين كنت أنا مرخص عربيتي ب 2800 جنيه، لحد النهاردة العربية بتترخص ثلاث سنين ب 2900 جنيه 3000 جنيه. اللي هما ممكن ادفعهم لو في عربيه زيرو حاجه تاني بدفع 30,000 جنيه مثلا ولا حاجه. طيب عملت حاجه تاني الدوله لسه القانون نازل ومنشور متفعل. كانت في مشكله بتواجه معظم ملاك سيارات الكهربائيه، هم ما كانش عندهم حسبه يعرفوا يعملوا عقد مسجل ازاي. لان العربيه الكهرباء ما كانش فيها سي سي ولا موتور ولا سلندر، فالعربيه البنزين بتعرف تحسبها لكن الكهرباء ما كانش فيها قانون. فانت كنت بتلف لفه بتجيب شهاده بيانات مرور فيها قوه المحرك سعر العربيه، وبتروح نقابه المحاميين بتلاقي نفسك دخلت لك مثلا في 30,000-40,000 جنيه. نزل لك منشور اول السنه اللي احنا فيها النهارده دي العربيه الكهرباء برضو معفيه من رسوم العقد المسجل في الشهر العقاري، وعمل لك نسبه بسيطه بموديل السنه بقوه موتور. يعني مثلا سي احنا لو نرخص او نعمل عقد مسجل للعربيه 23 هي قيمه العقد المسجل بتاعها لو الموتور بتاعها اقل من قوه 200 كيلو وات 4712. تمام. انت لما تيجي تبص على القيمه الناحيه الثانيه في البنزين غالي جدا، هتلاقيها مثلا هي كمان زادت في 19,000 19,000 20,000 حسب طبعا قوه السي. فالدوله مدعمه، والنهارده فكر الناس اتغير جامد جدا عن العربيه الكهرباء. الناس برضو يعني النهارده بدون ذكر اسماء ماركات كوريه، النهارده بقت تسمع 2.5 و3 مليون جنيه في ماركات كوريه. صحيح. طب انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ ما انا اركب عربيه توفر عليها فلوس ومصاريف صيانه وتشغيل وكل حاجه. ومع زياده الغلاء ده يعني السياره الكهربائيه اعتقد هي بقت تبقى الموفر، بس انا نفسي تبقى يعني تبقى الاسعار اقل من كده عشان نقدر الراجل اللي هو بيشتغل على العربيه مع الشركات الخاصه زي التاكسي وكده يبقى هو ملجأه ليه، يبقى اي فلوس داخله له هي بتاعته مش بيطلع منها لا بنزين ولا زيت. صدقني عملت كذا تجربه من حوالي سنه ونص. نزلت اشتغلت على معظم التطبيقات، اشتغلت يوم كامل يومين ورا بعض. يوم عملت ساعتها 600 حاجه و80 جنيه، ويوم عملت 900 حاجه. تمام. لقيت نفسي صرفتي ما صرفتش حاجه طول النهار، روحت حطيت العربيه في الشاحن طلعت نمت نزلت عملت خدت ب 90 جنيه. طب هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي المراكز الصيانه في العربيات بتاعتنا ما فيش مركز صيانه غالبا ببعت عنده كل العربيات، ده كوري بس، ده ياباني بس، ده العربيات الغاليه بيبقى لها. طب بالنسبه للعربيات الكهرباء، العربيات الكهرباء بص هو الكونسيبت بتاع العربيه الكهرباء كله بسيط ومكوناته كلها واحده. العربيه الكهرباء كل ما هي موتور كهربائي وبطاريه وانفرتر. بتختلف الشركه دي عامله السوفت وير بتاعها ازاي والشركه دي عامله السوفت وير بتاعها ازاي، بس الكونسيبت كله واحد. يعني العربيه الكهرباء لا يعني معظم الفيديوهات اللي انا بصورها بسيطه جدا، مصور عربيات في الاردن مراكز صيانه كتير. البطاريه واحد والموتور واحد، انت بتفك هي المشكله بتبقى مثلا ايه خرطوم في حوالين البطاريه دوره تبريد. فدوره التبريد زي العربيه البنزين بيبقى مواسير ميه مثلا كلها بتبقى من بلاستيك، في شركات عاملاها بلاستيك في شركات عاملاها المونيوم او ستانلس الحاجات دي كلها. فمعظم الحاجات دي بتبقى ماسوره مثلا اتخرمت فدخلت مع البطاريه، في الحاله دي اللي هيقول لك العربيه تتكهرب والعربيه هتكهربني لان الميه دخلت على البطاريه. في الحاله دي في كنترول او فيوز اسمه فيوز الامان، ده موجود على البطارية، أي خلل يحصل في البطارية أو أي حادث لا قدر الله خبطت في العربية 410 فولت أو 420 فولت متوصلين ببعضهم لأن قوة البطارية 420 فولت. كل خلية أو كل بلوك من البطارية عليه فيوز حاجة اسمها فيوز الأمان. أي خلل أي حاجة فيوز الأمان ده بيضرب عامل زي الإرباك كده، كبسولة جوه بتضرب بتروح مخلية كل خلايا 3.7 كل خلية لوحديها بقى 3.7. حلو قوي. هو في عربيه بعينها منتشره بشكل كبير جدا في العربيات الكهرباء. طب لو حد جاب عربيه من الصين ومش من شركه من الشركات اللي موجوده فبرضه يتعامل معاها عادي؟ عادي، انت اصلا الدوله دلوقتي مدعمه الاستيراد الشخصي. يعني الاستيراد التجاري واقف،
الدوله بتشجعك وتقول لك استورد عربيه كهرباء باسمك وعافيك من الجمارك. الدوله مدعمه جامد بس يعني ممكن شخص عادي ما عندوش المبادره يستورد عربيه كهرباء من اي حته في العالم بس تبقى جديده، لازم تكون زيرو موديل السنه. لكن المبادره بتاعت المصريين في الخارج اللي هي ممكن 3 سنين بالظبط، فدي الفايده، دي الفايده بتاعتنا. هي دي بالظبط، هي دي مصلحه المواطن. الميزه بتاعته ان هو يستورد سياره كهربائيه مستعمله 3 سنين. فالنهارده لما تيجي تقارن سعر العربيه ال 24 مثلا سي مثلا في بلدها ب 50000 دولار، تيجي تجيبها 22 هتلاقيها مثلا ب 35000 دولار. والسياره الكهربائيه مهما مشيت، فانت حتى لو مشيت 50000 كيلو 40000 كيلو عادي طبعا. فانا بس بتقول لي بيمشوا بالمليون، صدقني صدقني مصور عربيات في الصين مصورها ومنزلها مليون و60 كيلو 980000. الله، فانت بتتكلم في تكنولوجي. لا التكنولوجي العربيات الكهرباء الصين وقتنا خلص. تتمنى السنه خلال السنه دي السيارات او تتوقع ان يبقى انتشار العربيات الكهرباء عامل ازاي؟ يعني المعدل، يعني الواحد مبسوط جدا عن السنوات اللي فاتت، كل سنه بتزيد 17 20% عن السنه اللي قبلها. فالنهارده الناس الوعي عندها بقى حلو جدا بالسيارة الكهربائيه وقد ايه مفيده، واللي هيركب العربيه الكهرباء هو هيندم على كل يوم ركب فيه سياره بنزين. انا بشكرك جدا استاذ توني لطيف، عضو لجنه سيارات الطاقه النظيفه بشعبه سيارات بالغرفه التجاريه وصانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائيه. نورتنا جدا. شكرا استاذ حاتم، واتمنى لك الخير، وان شاء الله نتقابل تاني وتبقى السياره الكهربائيه دي ماليه الشرف. يا رب. وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نكون معاكم بكره نوهبه وحلقه جديده وصباح النور.